طيب بدأت بقى للقوات المسلحة. هنا القوات المسلحة كان موقفها صعب، ناس مهزومة وراجعة متفشكلة، مفيش تشكيلات بتاعتها، فانت عايز تعيد التنظيم مرة تانية. يعني ايه اعيد التنظيم؟ يعني اعمل وحدات هتقاتل، هتكون مجمعة من بعضها، هعمل تشكيلات جديدة تجابه تشكيلات العدو. تشكيل يعني ايه؟ يعني من فرقة وانت طالع، فرقة جيش كلام زي كده. تعيد الجبهة كانت كلها بدأة اسمها المنطقة الشرقية من بورسعيد لغاية البحر الأحمر. لا ده نعمل الجيش التاني والجيش التالت وقطاع البحر الأحمر، يبقى ثلاث قيادات مباشرة بتشوف الجبهة بعينها عشان تاخد القرار سهل. يبقى هنا عاد تشكيل اهو. طيب أنا كنت دخلت الحرب بقرار فردي أخده عبد الناصر. لا ده أنا هنشئ مجلس الدفاع الوطني سنة 68 اللي هيقرر أدخل أو ما أدخلش. ده هيبقى القرار جماعي. تمام. وهيبقى على دراسة. ويبقى هذا المجلس من مهمته اتخاذ قرار الحرب، وهو واضع السياسة العسكرية لمصر في خلال فترات، وعلى كل سنة تتغير أو حسب المتغيرات يضيف أو ينقص. يبقى هنا غيرت في شكل التنظيم، غيرت في شكل الفكر اللي هيطلع منه الأجهزة أو المؤسسات اللي هتطلع منها القرار، غيرت. وعملت تنظيم القوات المسلحة يجابه تنظيم العدو. كان عنده مثلا مجموعة عمليات فيها لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي أو العكس. طب أنا الفرقة عندي تبقى فيها إيه؟ كانت يا مشاة صرف يا مدرعات صرف، لا أعمل المزج. كان عندي اللواء واللواء عنده هناك، اللواء معاه كتيب الدبابات. طب أنا ما كانش عنده، كانت بتلحق على أيام العمل. لا ده أنا أخلي اللواء من صلب تنظيمه كتيب الدبابات وكتيبة مدفعية ودفاع جوي. يبقى اللواء وحدة تستطيع أن تقاتل بمفردها. يبقى أنت غيرت شكل التنظيم، وبالتالي بدأت تشتغل على هذا الأساس. تمام. وبدأت بقى هنا مرحلة اسمها مرحلة إيه؟ تجهيز المسرح. أنت النهاردة لما بتيجي تعمل مثلا برنامج زي ده بتجهز الاستوديو، ده احنا بنسميه تجهيز المسرح العملية. طب النهاردة مسرح العمليات ده بقى غرب القناة وما كانش متجهز قبل كده، لأن ده اسمه النطاق الرابع في الجيوش ما بتنجهز. يبقى أنت عايز تعمل مواقع دفاعية عشان القوات اللي هتبقى موجودة على القناة دافع، حتى عايز تعمل دشم خاصة بالمدفعية وبالدفاع الجوي وبالقوات الجوية، والكلام ده كله كانش موجود. عايز تعمل طرق للناس تروح للوحدات بتاعتها، كانش موجودة. فانت لازم تعمل شبكة طرق. عايز تعمل الكباري اللي هتعدى عليها القوات دي تشيل المعدات التقيلة اللي هتعدي، لان كانش الحاجات دي موجودة في غرب القناة. انت بتعدي على طريقين هم اساسيين كنت بتروح بهم سين، يا طريق السويس يا طريق اسماعيلية. طب انت دلوقتي في طرق جانبيه كتيره، الجنيفة وطريق اسماعيليه الصحراوي وطريق مش عارف الانطره، كل دي طرق جديده انت هتعملها، فاسمها تجهيز مسرح العمليه. فبدات تشتغل في الكلام ده. طيب هل الدوله كان عندها من المعدات لتعمل الكلام ده كله؟ لا ما كانش موجود. طب مين اللي هيقوم بالكلام ده كله؟ القوات المسلحه. انا اللي بدافع على بحفر لدبابتي، انا المشاة اللي بعمل خندق بتاعي انا. وانا اللي بمسك الخدمه، وانا اللي بشتبك، وانا اللي بعمل الكلام ده كله في قلب المواقف. جهد جهد، تضحيه كبيره جدا، نشتغل الشغل جامد. يبقى اذا هنا دخلت في عدد التنظيم، دخلت في اعداد المسرح. لما عملت الكلام ده كله بدات بقى ادخل للتدريب اللي هيوديني لعبور القناه. ده كان سنه كام بقى؟ ده خدها كلها على بعضها. اصل اللي كان بيخلص يخش في التدريب، اللي ما خلصش لازم يخلص الموقع بتاعه الاول. صحيح. وانت النهارده في عدو قدامك الناحيه الثانيه بيهددك اللي ممكن يجي غرب القناه، انت هتدافع عنه ازاي؟ لازم دافع الاول. يبقى اول خطوات الاعداد ان انا ادافع عن الموقع اللي موجود فيه. طيب سياده اللواء، خلينا نقول ان بعد اعاده التدريب هكملك بس الحته دي. اتفضل عشان تكمل مع بعضها. تمام. يعني مثلا النهارده ده اعمل الكلام ده وانا ميت ولا صاحي؟ لازم اكون صاحي. صحيح. يبقى لازم اعمل اعمال ايجابيه تقول للعدو ان انا رغم اللي بعمله ده انا انت في دماغه وجاي لك. فرحت عامل معاه ثلاث خبطات هم دول اللي صحوا الجبهه كلها. هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيه، اعاده ترتيب البيت من الداخل اللي حصلت. هتاخدي. طب ما انا عايزه اسال علشان اخد التفاصيل من حضرتك. اعاده الترتيب اللي حضرتك اتكلمت عليها من اول وزاره الارشاد القومي، اعاده تقديم الموضوع تاني من اول وجديد للناس، لكن الجيش نفسه زي ما حضرتك بتقول علشان يبقى عنده القوه
وعنده القدرة ان هو يتعامل، كان محتاج انه يكتسب ثقة في نفسه، والعالم يبقى عارف ان احنا الحرب اللي فرضت علينا احنا ما استسلمناش بعدها. عشان العمليات اللي اتعملت، عشان كده عملنا بقى الموضوع ده. نمرة واحد، الجانب الاخر كان بيدعم الجبهة بتاعته، فبعت ارتال مدفعية وامداد وتموين وزخائر وبتاع وكلام زي كده، وماشي بحريته على ان هو صاحب الدنيا. رحت انت قايمة بالقوات الجوية اللي هم ادعوا انها ضاعت، ورحت قايم بضربة جوية في نص يوليا على الارتال دي في سيناء، فعملت له هزة ضخمة جدا. ايه القوات الجوية اللي صحيت تاني دي؟ ده احنا كنا استغلنا راحت. وانت قواتك بقى هنا، الله ده انا عندي طيران عدى من فوقي راح ضرب الكلام ده ورجع. فشو انت بقى المعلومات اللي بتفتح في الجبهة. كان مدينة بورفؤاد، منتعب بورسعيد نصين، بورسعيد في الغرب وبورفؤاد في الشرق. مدينة بورفؤاد دي ما سقطتش في ايد وفضلت لغايه حرب 93 ما كانت موجوده ما سقطتش. فهم بداوا يفكروا يطلعوا يغزوا بورفؤاد، فبداوا يطلعوا لها قوات من الانطره تروح لناحيه بورفؤاد. فاللي هيروح من الانطره لبورفؤاد ده في الشرق بيمشي على مدى موازي لقناه السويس، او طريق اسفلت قديم موازي لقناه السويس، يمينه سبخات وشماله قناه السويس. فالحته محكومه. من هنا قامت مجموعات صعقه بافراد بسيطه عند راس العيش ودمرت له 8 دبابات هنا. دي معركه راس العيش، افراد ضد دبابات. هنا المخاطر المصري بقى ايه اللي هو كانوا بيصدروا لنا في العمليات النفسيه، ان العسكري الاسرائيلي او السيد او البنت الاسرائيليه قادره على هزيمه اي تجمع للقوات المسلحه المصريه. ركبوها طياره، ركبوها دبابه، كل حاجه ده طبعا حاجات ما حصلتش، لكن هم كانوا الاعلام بتاعهم كده. فانت رديت عليه بان انا عندي المقاتل المصري اهو اللي بسلاح بسيط قدر يوقف 8 دبابات رايحين يغزوا مدينه، يعني مجهزين لهم طياره وكل حاجه. فضربتهم ضربتين حسابيا لا يجوز، لا يجوز، لكن حصل. روح المعنوى بقى، الناس شكلها ايه؟ نوع المعنوى للمقاتلين نفسهم شكلها ايه؟ يا الله ده انا ما هزمتش لان ما حاربتش، انا في 67 ما حاربتش، انا فوجئت ان انا مهزوم. ودي لها اسباب كتير جدا، منها دخول الحرب الالكترونيه، اول مره تخش الحرب الالكترونيه في منطقه عن طريق سفينه اسمها ليبرتي امريكيه، جت قدام العريش وعمت الرادارات وعمت اللاسلكي كله بالكامل. ده حسب الاسباب المباشره للهزيمه يعني.